أهلا بكم في يوتوبيا. فيديو اليوم أسئلة وأجوبة. من هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض؟ الجواب ذكر الحيوان. برميل به ماء ويزن 70 رطلا، كيف نجعله 30 رطلا فقط؟ الجواب نثقبه. ما هو الشيء الذي يجب كسره قبل استخدامه؟ الجواب البيضة. ما هو الشيء الذي يمكن كسره دون أن نلمسه؟ الجواب الوعد. رجل خرج في المطر دون قبعة أو مظلة ولم يبتل شعره، لماذا؟ الجواب لأنه أصلع. ما الشيء الذي يقتلك إذا أكلته كله ويفيدك إذا أكلت نصفه؟ الجواب السمسم. ما الشيء الذي يصدق دائما ويكذب فقط حين يجوع؟ الجواب الساعة. شيء قلبه أبيض ويرتدي قبعة خضراء لكن لونه أسود. الجواب الباذنجان. ما هو المليء بالثقوب ومع ذلك يحتفظ بالماء؟ الجواب السفنج. ما هو الشيء الذي يتحرك بدون أرجل ويبكي بدون عيون؟ الجواب السحاب. سؤال أصدقاء القناة: شيء موجود في السماء إذا أضفت إليه حرفا أصبح في الأرض؟ أخبرنا في الإجابة في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. مع السلامة.